التقى سعادة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية وبحضور سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة بمنتسبي الدفعة السادسة من البرنامج القيادي الوطني هايبو يوث والذي تنظمه وزارة شؤون الشباب بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة ومؤسسات إنجاز البحرين. خلال اللقاء أكد رئيس جهاز الخدمة المدنية على دور الشباب البحريني في دعم الاستراتيجيات الوطنية لتطوير العمل الحكومي، مشيرا إلى أهمية البرنامج في إتاحة الفرصة لتوعية الشباب بالجهود الوطنية المبذولة في كافة المجالات منها العمل في القطاع الحكومي بروح الفريق الواحد ووفق أعلى المعايير التي تتناسب مع التطلعات المستقبلية لمملكة البحرين. من جانبها أكدت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن المعهد يسعى من خلال تنظيم اللقاءات مع القيادات الوطنية إلى نقل الخبرات والمعارف لاطلاع المشاركين في البرنامج على التجارب الإدارية في مختلف القطاعات. طبعا أنا سعيد بكوني هنا، إحنا كشباب حصل فرصة في مقابلات المسؤولين والتحدث معهم بشكل مباشر، أيضا فرصة هي نسمع من خبرات المسؤولين وكذلك تجاربهم اللي هاي الشيء بينعكس على مسيرتنا في المستقبل إن شاء الله. مشاركتي في برنامج هايبو من أحد البرامج القيادية الوطنية الشبابية في البحرين أتاحت لي الفرصة للقاء القيادات البحرينية في جهات حكومية وأجهزة حكومية وخاصة. تعلمت من خلالها أهم دروس القيادية وأهم القيم التي كشاب يجب التحلي فيها للتعلم ولإدارة الموارد وإدارة العديد من المشاريع وخدمة بلادي وخدمة وطني. طبعا في البداية نشكر هايبو على إتاحة هذه الفرصة لنا، كان لقاء جدا عفوي ولطيف، تعرفنا الكثير عن سيرة الشيخ المهنية والعملية. البرنامج أضاف لنا الكثير من المهارات القيادية، أعطانا فرصة شلون نبرز نفسنا ونبرز مواهبنا. برنامج هايبو برنامج ممتاز جدا، أتاح لنا هذه الفرصة اليوم أن احنا نلتقي بسعادة الشيخ دعيج. كان لقاء الصراحة مثمر وملهم، علمنا شلون نستثمر في الشباب وأهم يعني أهم الصفات القيادية اللي المفروض تتوفر في الشباب عشان ينجحون في المجال مستقبلا إن شاء الله.